الأصدقاء، حريصين على اتخاذ مواقف مشتركة تخدم الشعوب العربية وتواجه التحديات التي قد تظهر بين الحين والآخر في الساحة العربية. وكان الكلام على العمل بشكل متواصل لإيجاد دور واضح للبرلمان العربي في مواجهة تلك التحديات، وأن يكون لنا موقف دائم للتصدي لهذه المشاكل، وأعطى رسالة للجميع بأن البرلمان العربي هو ممثل للشعوب العربية من أقصى شرق الأمة العربية إلى غرب الأمة العربية، وأن يكونون متوحدين في مواجهة هذه التحديات. مقدر عالي لوجود البرلمان العربي في التصدي لهذه المشاكل، وأيضا تم الاتفاق على أن يكون موعد لجلسات البرلمان العربي في بغداد في مطلع شهر كانون الأول القادم لدعم وإسناد العراق وعودة العراق إلى رفيقة العربي، وأن يكون محاور النقاش ومحاور الجلسات في هذا التوقيت بما يصب بتعزيز الدور العربي في العراق، وأيضا تذليل العقبات أمام الشركات العربية، وإرسال رسالة للجميع بأن العراق بدأ يتعافى، ويجب أن يكون هنالك موقف لإخوان العرب الوقوف ومساندة العراق، وسيكون إخوانكم العراقيين دائما كما كانوا سابقا سباقين في اتخاذ المواقف الجريئة التي تدعم الجهود العربية وإسناد الدول العربية في كل المجالات وفي شتى المجالات. العراق الآن يمر بظروف أفضل بكثير من السابق، انتصرنا على الإرهاب بمساعدة إخواننا ومساعدة أشقائنا، وقدمنا التضحيات نيابة عن الأمة العربية لدرء هذه الفتنة وإبعاد حوادث العصف عن أراضينا وأراضي البلدان العربية، وبنفس الوقت محاولاتهم لتشويه الدين الحنيف، الدين الإسلامي دين سمح، ولا يمكن أن يمثل هذا الدين مثل هؤلاء الأشخاص. الحمد لله الآن الجهود متواصلة لملاحقة سلول هذا التنظيم. أفضل منكم وأبشركم أن أخوانكم في الدولة العراقية سواء كان في القوات المسلحة أو حتى في المؤسسات الأخرى، المؤسسات الأمنية الساندة، لا زالوا يواصلون هذه الجهود لمكافحة الإرهاب، وفي نفس الوقت هنالك جهود لدى الدولة العراقية بكافة مؤسساتها التشريعية والتنفيذية إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في العراق خلال المرحلة القادمة. العراق يمضي بخط شعور واضح نحو مرحلة جديدة في تاريخ البلد، بعد أن طوينا صفحة الماضي الأليم الذي تعرضنا به إلى الإرهاب وإلى مشاكل كثيرة. أبوابنا مشرعة كما كنا في كل وقت وفي كل حين لإخواننا وأشقائنا العرب أن يأخذوا دورهم وأن يكونوا متواجدين بين إخوانهم وأشقائهم في داخل العراق. شكرا جزيلا.